وفاض القلب في عرفات شوقا وسال الدمع حين ذكرت ربي هو الرحمن في يوم عظيم كريم لا يرد سؤال قلبي كريم لا يرد سؤال قلبي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من زوال الشمس إلى مغيبها في ساعات متواصلة وقف النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى صدره، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما سقط خطام ناقته تناوله بيد وأبقى يده الأخرى مبسوطة لئلا ينقطع حبل الدعاء. إنه يوم عرفة الذي أقسم الله به، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، حتى قال العلماء دعاء يوم عرفة كله مستجاب. وفاض القلب في عرفات شوقا وسال الدمع حين ذكرت ربي هو الرحمن في يوم عظيم كريم لا يرد سؤال قلبي كريم لا يرد سؤال قلبي. إنه يوم العتق من النار، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه رقبة عبد من النار من يوم عرفة. فيا من تخشى النار وزقومها وزمهريرها، ويا من تطمع في الجنة ونعيمها، اسأل الله في هذا اليوم وقل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. فمن قالها في يوم ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وقالت النار اللهم أجره من النار. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، على أن تكون في خير الأيام صائما وداعيا، فإنه أقرب للإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.